السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله لا، هذه الفاجعة ديال الطفل مروان لا تحز في القلب، يعني بقى فيها والله القسم، لا بقى فيها. من مدينة أكادير مشى باش يدور هو والوالدة ديالو والجارة والأطفال ديالها، كيدوروا في الكورنيش ديال أكادير، كيلتقطوا الصور كجميع الناس اللي كيلتقطوا الصور في السنتر ديال المدينة، وإذا بالكرسي كيسقط عليه وكيقتلو في البلاصه. واش غادي نقول لكم؟ لله ما اعطى ولله ما اخذ، انا لله وانا اليه راجعون. وكنقدم التعازي الحاره للوالدين ديالو، الله يصبركم والله يصبر الميمه ديالو بزاف مسكينه اللي ما صبرش على الفراق ديالو. انا لله وانا اليه راجعون. نخليكم مع الكلمات ديال الوالد ديالو في هذا الفيديو. يدعو معنا بالصبر، وخاصة للزوجة يعني الأم الولد الهالك مروان بوسرحان الذي افتقدناه زعما بالفعل. تفاصيل القضية، وهو واحد السيدة من الجارات بدت ولدها الكورنيش يعني الاستجمام، بدت ولدها قال لها الولد ديالي خصك نمشيو معاهم يعني صافي وجدوا. مشاو صافي في امان الله يعني في الصباح يعني حدود بين ممكن نقولك العشر العشر والنصف. صافي انا عندي العمل، قال لي ولدي جا ولدي باسني سلم معايا، وعاد مشى وسلم معايا ما شاء الله كانه المهم يتواد معك. المهم صافي مشاو ودو المسائل ديالهم. انا خرجت للعمل، كان عندي عمل، جلست واحد تقريبا ساعة المكانة او شوية، جاني هاتف من الوقاية المدنية قالوا لي راه الابن ديالك راه ممكن المهم غالبا راه ميت. قال لي راه كنا 4 متر بينو، حنا ديجا اصلا حاطين تما، راه تقلب عليه على ذاك الكرسي دوك صور تذكاريه. اي درت صور تذكاريه وكاينين عندنا في الهاتف ديال الزوجه، كان فيها صور تذكاريه اللي تيديروا اي كتصوروا، راه عندها تصور في سميتو في الهاتف. صافي فجأة وقيلات انقلب هذاك الكرسي للوراء، وما عرفت طافت هذيك البنت، بنت الجيران عندها واحد الضربة بسيطة في الجبهة. وين الولد؟ قالت لي الزوجة واحد الثاني كيف قال لي وقيلات، قال لي اوتوماتيك مو جاك طلعوا عينيه الفوق صافي بدل اللون ديالو صافي. وكيز زوتي وداو كاين اللي زباراي وهذا، قال لك صافي. وشوفوا الزوجة في حالة هستيريا، قال لي الله نمشي ودي والحسن تاني وهذا الشيء اللي كاين وصلني البلاغ ديك الوقت ومشيت فعلا. أول حاجة غادي نقول كإنسان مسلم أنا أؤمن بالقدر خيري وشري. ثانيا أنا ما بغيتش هكاك يوقع حتى لولد أي واحد، شي فلدة كبد لأي واحد من المسلم من الناس كاع. وجات في ولدي لا اله الا محمد رسول الله. اش غادي نقول؟ يعني سبب الحديث راه باين، واخا كان قضاء وقدر، ولكن الحمد لله نتمنوا يحيدوا هذوك المسائل تما الا ما كانوش، الا كانوا غادي تسبوا في اذى الناس اخرين. اللهم يزولهم الاحسان ولا يثبتوهم مزيان يعني مسامير ولا شي حاجه، باش حيت الاطفال بزاف هما بزاف اللي تيمشيو لتما تيبغيو يديروا يعني ذكريات يعني صور سفريه. هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله.